مطالعتي لأجوبتكم في الواتساب وجدت أن مجموعة من التلاميذ كانت إجابتهم ممتازة، في حين ارتكب البعض الآخر مجموعة من الأخطاء. لهذا ارتأيت أن نصحح عن بعد أيضا بالنسبة لدرس الصرف والتحويل. لكن قبل أن نشرع في التصحيح لا بد أن أذكركم ببعض درس العدد والمعدود لأهميته. إذا بالنسبة للعدد فهو ينقسم إلى أربعة أقسام. إذا فالعدد إما أن يكون مفرد، إذا هناك المفرد، والعدد المفرد يكون من ثلاثة إلى عشرة، فهذا نسميه مفرد. نسميه مفرد لأنه يتكون من كلمة واحدة، فهو مفرد لأنه يتكون من كلمة واحدة. فنقول مثلا ثلاثة كتب، ثلاثة طاولات، أربعة نوافذ، أربعة أبواب، إلى غير ذلك. فهو مفرد لأنه يتكون من ثلاثة، لأنه يتكون من كلمة واحدة. هناك أيضا العدد المركب، نسميه مركب لأنه يتكون من جزئين، فنقول 11، 12، 13، 14، 15، أو العكس 15، 16، 17. إذا المجموعة الثانية نسميها المركب وهي من 11 إلى 19. قلنا مركبة لأنها تتكون من جزئين. ثم هناك المجموعة الثالثة ونسميها المعطوف. المعطوف لماذا تسمى المعطوف؟ لأنها تتكون من كلمتين تفصل بين هاتين الكلمتين وهو العطف. نقول 21، 22، 23، 56، 87، إلى غير ذلك. فهي من 21 إلى 99. لكن في هذه المجموعة نحذف بطبيعة الحال العقول لأنها هي المجموعة الرابعة وهي العقول. ماذا نقصد بالعقول؟ العقول في اللغة العقد معناها 10 سنوات. إذا 10 سنوات نسميها عقد، والعقول تتألف من 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. استثنينا منها العدد 10 لأنه ينتمي إلى المفرد. إذن العقود بين 20 و90 نسميه عقود. الآن نلاحظ الحكم، حكم كل مجموعة من المجموعات. إذن عندما نجد العدد بين 3 و10 فهو مفرد وحكمه يخالف. فمعنى الكلام يخالف معنى إذا كان العدد مذكر فالمعدود يجب أن يكون مؤنث. مثلا فمسطر مؤنث يجب أن يكون العدد مذكر. نقول عندي 3 مسطرات، عندي 3 مسطرات. مثلا المكسب مذكر يجب أن يكون المعدود مؤنث، يجب أن يكون العدد مؤنث. في المدرسة مثلا، في المدرسة 9 مكاتب، لأن المكتب مذكر فتسعة يجب أن تكون مؤنث. إذن هنا يخالف، حكمه يخالف. بالنسبة للعدد المركب، إذا قلنا العدد المركب بين 11 و19، لكن هنا نستثني 11 و12. لماذا؟ هنا بالنسبة للحكم بين 11 و19 لدينا المركب يعني كلمتين ويتكون من كلمتين 11 12 11 12 13 14 14 14 إلى غير ذلك. فالأول يخالف
إذا مثلا أقول في القسم 16 تلميذا، لأن التلميذ هو المعدود، التلميذ مذكر، فالأول العدد 16 تتكون من جزئين، العدد يتكون من جزئين 6 و10، فالأول 6 يخالف لأن التلميذ مذكر، نقول 6 مؤنث. 10 تطابق لأن التلميذ مذكر، نقول 16. لو قلت في القسم 16 تلميذة، لماذا؟ لأن تلميذ مؤنث، فالعدد الأول يخالف 6. 10 هي العدد الثاني أو الجزء الثاني من المركب، فهي تطابق لأن تلميذ مؤنث، نقول 16 تلميذة. إذا قلنا في الأول يخالف والثاني يطابق باستثناء 11 و12، فهنا يكون التطابق كلي كما في الآية الكريمة عزيز بن يوسف عليه السلام يقول رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا، كوكب هو مذكر، الكوكب مذكر، والعدد الجزء الأول من العدد المركب يطابق، والجزء الثاني أو الثاني أيضا يطابق، فأحد مذكر وعشرة مذكر. إذا بالنسبة للعدد 11 و12 يكون التطابق كلي. أيضا في القسم مثلا 12 تلميذة، 12 تلميذة، فاثنتا مؤنث و10 أيضا مؤنث، لأن بالنسبة للعددين 11 و12 بخلاف الأعداد الأخرى من المركب، فالتطابق يكون كليا. بالنسبة للمعطوف، بالنسبة للمعطوف أيضا لدينا جزئين يفصلهما واو وعطف، فالأول مثلا 21 فالأول يخالف، والثاني لا يتغير، وكذلك الأول يخالف. في القسم 25 تلميذا، 5 مخالف، 20 لا تتغير. في القسم 25 تلميذة، الأول يخالف لأن تلميذ مؤنث، 5 مذكر، لكن 20 لا تتغير، تتغير فقط حسب موقعها في الجملة، فهي تشبه جمع مذكر سالم ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. ننتقل إلى المجموعة الأخيرة وهي العقود، العقود لا تتغير فقط حسب موقعها في يعني ترفع العقود 20 30 40 50 60 70 80 90، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. رأيت 20 تلميذا، رأيت 20 تلميذة هنا بالياء لأنها فعل به، رأيت 20 هنا فعل به، فهي منصوبة بالياء لأن شبهها بجمع مذكر سالم. إذا عندما رأينا هذه الخلاصة ننتقل إلى